عسلم. في الحقيقة حبيت نعمل هذه الفيديو صغيرة، يعني نتيجة الحدث اللي وقع في تونس أخيرا، مقتل الطفل ياسين بطريقة بشعة من طرف محمد أمين اليحيوي. وقاعد نتابع يعني على ردود الفعل على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي والتعليقات اللي موجودة على بعض المواقع الويب ووسائل الإعلام. في الحقيقة أنا مانيش باش نتكلم على ما يسمى المجتمع بصفة عامة، وسائل الإعلام والأجهزة وغيرها وغيرها وغيرها، مانيش باش نتكلم على هذا، باش نعمل نقطة بسيطة جدا في هذا الموضوع ثم أنتقل إلى الحديث عن ردود الفعل معناتها اللادينيين بصفة عامة والمتفتحين والإنسانيين اللي موجودين في تونس، يعني هذوما اللي يهموني في الدرجة الأولى. أما بالنسبة للمجتمع، فهمت أغلبية المجتمع ووسائل الإعلام احنا نعرفوهم الكلهم، حكايتهم فارغة ومعناتها ما يصدقوا يلقاو خبر كيما هكا باش يحلوا فيهم، وخاصة الإسلاميين. الإسلاميين مانيش باش نتكلم عليهم بالكل، لأنهم هما معناتها ما ينجموش يعطيو حتى درس لا في الأخلاق لا في الإنسانية، لأنهم ما يعرفوش معنى الإنسانية أصلا. فهمت؟ الجرائم اللي يعملوا فيها منذ بداية الإسلام من نبي متاحهم محمد إلى التوى معناتها تبين المستوى متاحهم المنحط. يعني بعض التعليقات على خطر ابتعدنا عن الإسلام، وهذه الجريمة على خاطر هو كان فاسد، وعلى خاطر كذا وكذا وكذا، هذا مانيش باش نتكلم عليهم انا. الاسلاميين، الاسلاميين هما اشخاص، فهمت، ما ينجموا يعطيوا حتى درس لا في الاخلاق لا في الانسانية لا في حد شيخ. هذه معناتها النقطة معناتها نفضيوها. اما بالنسبة للمجتمع بصفة عامة اللي معناتها مصدوم، فهمت، من هذا الفعل، فهمت، مصدوم، هو فعل شنيع معناتها لا نقاش فيه، فهمت، وغير إنساني، ولكن معناتها الجهل والتخلف والانحطاط الفكري، فهمت، يخليهم يغزروا كان اللي مرتكب، فهمت، هذا الفعل فقط. ما يعرفوش رواحهم اللي هما مسؤولين. مسؤولين كيفاش مسؤولين؟ الأم والبو وعائلت معناتها الطفل ياسين هما مسؤولين. كيفاش يبعثوا ولدهم مع طفل عمرها 6 سنين؟ محمد أمين يحيوي يحاول يخطف طفلة ولا طفل الآخر، وكانت معه أمه وأمه حماته، فهمت، بينما هذه العائلة، فهمت، هي مشاركة في جريمة قتل ولدها. هذه حاجة معناتها نقطة مهمة، طفل 4 سنين تبعثه ما غير معناتها حتى حماية، وبعثته مع طفل عمرها 6 سنين. هذه مشكلة أولى. المشكلة الثانية، محمد أمين يحيوي هو هبط من القمرة، ما هو عايش في مجتمع، والمجتمع هذا يعاني من المشاكل النفسية العقلية، فهمت، أفكار ما معناتها منحطة أصلا، تعليم منحط، فهمت، تعليم منحط، كبت جنسي، محقرانية، ذل، إهانة، هذا الكل، هذا الكل، فهمت، ما يخلقش أشخاص غير متزنين، معناتها يمكن يعملوا حاجات كيما هكا ويعملوا أكثر. احنا نشوفوا نسبة الانتحار متاع الأطفال الصغار، فهمت، اللي موجودة في تونس بعد ما يسمى بين قوسين الثورة. هذاك معناتها عادي نعديوه، انتحرت هكا هو 10 سنين 12 سنة هكا هو. وشدينا في محمد أمين اليحيوي اللي هو ضحية مجتمع. هو أول شيء قبل كل شيء هو إنسان، وعنده عائلة وعنده أم وعنده معنتها أهل، فهمت، هذوك ما فكرتوش فيهم الكل. يجي يقول لك أيه لازم يتعدم في أقرب وقت، ممكن يتعدم. علاش تعدم؟ كان لازم نعدمه إنسان، نعدمه السيستم كله، المسؤولين السياسيين، التعليميين، العائلة نتاعو، فهمت، المجتمع كله لازم يتعدم، لأن كلهم مشاركين في هذه الجريمة. نرجع للنقطة نتاع الإعدام، معناتها مانيش باش نطول في هذه الفيديو على مسألة الإعدام. القانون المهمة نتاعو هو حماية المجتمع وحماية الفرد،
وهنا محمد أمين يعتبر فرد من المجتمع ويجب حمايته من هذا الجهل والتخلف فهمت والمطالبة بالانتقام. هل القانون المهم بتاعه الانتقام؟ ها قولوا لي القانون المهم بتاعه الانتقام. هل إعدام محمد أمين تحل المشكلة؟ لا ما تحلش المشكلة، بل معناتها هذا تفكير جاهلي إسلامي موجود مغروس فينا، فكرة الانتقام، فكرة معناتها اتهام الشخص بالإجرام، العمل نتاعو شنيع لا نقاش فيه، ولكن هذا التشفي وهذا الكره للحياة الإنسانية فهمت؟ هذا ميمكنش يقبلو إنسان عاقل وحضاري وإنساني، مش معقول، لأن معناتها إعدام محمد أمين يجعل القانون في نفس المستوى للقاتل، نفس المستوى، جريمة بجريمة. لا قال لك لازم نقتلو باش يكون عبرة، علاش احنا ما نتعاملوش معاه كإنسان والحاكم والقانون يبين فهمت انه يحترم حياة الإنسان وإن فعل كذا وكذا وكذا، هكاك المجتمع يفهم قيمة الإنسان وقيمة حياة الإنسان، مش يرتكب حتى هو جريمة فهمت بنفس الطريقة تحت طائرة القانون، زعما زعما قانون نطبق القانون. نشوفوا مثلا في الدول شمال أوروبا ما يعاملوش المجرم كمجرم، يعاملوه كحالة اجتماعية فهمت، ويحترموه ويسمعوه ويعرضوه على مختصين في علم النفس في علم الاجتماع السياسيين، الكلهم يستفيدوا منه وتكتب عليه دراسات وبحوثات ويشوفوا الأسباب والمسببات والأوضاع ويحاولوا باش يعالجوها في المستقبل باش يقلوا هذه الأعمال الشنيعة. ونشوفوا مثلا في الدنمارك في هولندا يعني نص السجون تم إغلاقها بالمتابعة فهمت لهؤلاء الأشخاص فهمت وتعطيهم قيمة، معناتها ترجع لهم الثقة في المجتمع اللي هو كرهه اللي هو دمره فهمت، وتحلوا المشاكل نتاعو. يا سيدي نشوف علاش عمل هذه المسألة، هاو قال لك ما شربش حرابشو، هاو قال لك مشاو له العائلة مشاو فين يخدم قال لهم عملوا له رقية شرعية، هذا الشخص اللي قال رقية شرعية فهمت هذا يجب أن يحاكم ويدخل فهمت السجن ويعالج، حتى هو يعالج نفسيا فهمت، أمه وأبوه وعائلته لازمهم يتعالجوا نفسيا ويمشوا يعملوا لهم دورة يعلموهم كيفاش يربيوا أولادهم فهمت. يعني المسألة مش تتعلق محمد أمين، أمين لازم يكون حالة اجتماعية تدرس وتبحث فهمت من أجل توعية المجتمع، توعيه باش يحمي ولاده، توعي المدرسين، توعي معناتها المؤسسة التربوية فهمت، تشوف الأسباب، تحل المشاكل الجنسية، العقد النفسية، الأفكار الجاهلية اللي مربوطة في المجتمع في المخ نتاعو اللي يربيوها عليه من اللي هو صغير. إذا المسألة مش تتعلق في شخص، تتعلق في سيستم كامل، في تفكير كامل، في عقلية كاملة اللي يلزمها تتبدل فهمت، على خاطر احنا راهو حتى مثلا يقول لك احنا معناتها أقل جريمة زعما من الغرب، ليس صحيح فهمت، احنا أكثر شعب مجرم وهو ماهوش عارف فهمت، مجرم في الداخل نتاعو في تفكيره في مخه، مجرم مجرم ضد أي إنسان، وهذا الحدث اللي وقع يدل على إجرام المجتمع كله، يعني يحب يشوفه معلق، يحب يشوفه ميت. هل هذه الإنسانية؟ هل هذه الحضارة؟ راهي الأمور لا تؤخذ بالطريقة العاطفية، الموتى موجودين والإجرام باش يبقى في البشرية معناتها حتى لين فهمت يتبدل السيستم، وكل مرة تقل 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 وديما تبقى حالات، وكل مرة نصلحوا شوية وكل مرة نصلحوا شوية حتى نقصوا بشوية بشوية، هي ماهيش عصا سحرية، لازم المنظومة كاملة تتبدل. إذا أنا شخصيا معناتها سألوني أنا ضد
فهمت؟ الإعدام مهما كان، فهمت؟ لأن القانون لا يمكن أن يتشبه بالقاتل، هذه حاجة. ثاني حاجة، فهمت؟ هذه الحالات يجب أن تعالج، فهمت؟ ويجب أن تدرس، ونعملوا، فهمت؟ نخرجوا قوانين ونعملوا دورات تكوينية باش نمنعوا حدوث مثل هذا في المستقبل، ونحميوا أولادنا ونحميوا الأفراد في المجتمع. وكان لازم الدولة تحط كاميرات أمام المدارس ومراقبة وكل شيء، ما فما حتى مشكل. هذا هو الحل الناجح واللي يمكن يعني يحسن المجتمع ويقلل في الجريمة. مش احنا السجون متاعنا تربي 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 مرضى نفسانيين، هو يمكن معناتها في المجتمع مريض ويدخل للحبس يزيد يمرض، من بعد يجي يقول لك لا لازمنا نعدموه. انا نتكلم انا على معناتها الإخوة واللي نحترمهم هما كأشخاص، ما عندي حتى مشكلة معاهم، فهمت؟ لكن فكرة الإعدام راهي ماهيش الحل، ماهيش الحل. لا يمكن نحلوا مشكلة بمشكلة كيفها، لازم القضاء والقانون يظهر قيمة الإنسان وقداسة حياة الإنسان مهما كان، ولازم تكون عبرة ليس في إعدامه، وإنما عبرة في دراسة الظروف والعوامل اللي أتت لمحمد أمين اللي هو ضحية مجتمع كامل، فهمت؟ باش نحلوها في المستقبل. هذه وجهة نظري، وما نحبش نطول عليكم. هذه فيديو عملتها صغيرة الفيسبوك، وبسلامة، ونظن معناتها الفكرة متاعي واضحة. بسلامة.